السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله محاضرة متميزة بمناسبة مرور عام على وفاة المعماري رفعت الجادرجي بعنوان رفعت الجادرجي الحداثة والأقلامة، مع المهندس رافي، ومهندس معماري ماجستير في تصميم المجتمعات المستدامة، وحاصل على جائزة جامعة هيروت وات، حاصل على الليد اي بي في البي سي ان سي، الليد اي بي في الان دي، عضو في مؤسسة رفعت الجادرجي للعمارة والمجتمع، وإن شاء الله يشرح لنا النظرية الجدلية في العمارة، وهدينا نبذة عن المهندس رفعت الجادرجي. تفضل يا باشمهندس. طيب بشكرك أخ عمر. هلا المحاضرة اليوم بدها تكون بمناسبة مرور عام، فهي تحية إجلال تريبيوت لقامة كبيرة مثل رفعت الجادرجي. فبالبداية بدي أحب أحكي بأنه أعطي بعض الـ يعني مقدمة بسيطة عنه. هو الاسم الكامل رفعت كامل الجادرجي، وهو معماري ومنظر ومصور وكاتب. هو مواليد بغداد 6 ديسمبر 1926، أسس مكتبه المكتب الاستشاري العراقي عام 1952، واستمر بالعمل حتى العام 1978. صمم وأدار عدة مشاريع معمارية وصناعية، وشملت أعماله تصميم حدائق وأثاث وتصميم داخلي. قام بمسح فوتوغرافي للعمارة والحياة اليومية في العراق. التعيينات الرسمية على مستوى الدولة العراقية أنه كان مدير هندسة الأوقاف بين عامي 53 و54، كان مدير عام قسم الإسكان في وزارة التخطيط في العراق عام 58، كان مدير عام قسم التخطيط في وزارة الإسكان عام 61، هو مستشار أمانة العاصمة بغداد بين عامي 80 و82. بخصوص مساهماته وتعييناته الأكاديمية، فهو كان زميل في مدرسة تصميم العمارة في جامعة هارفارد ما بين 83 و84. هو عضو في مركز أبحاث فلسفة الثقافة جامعة هارفارد ما بين 85 و92. هو أستاذ زائر لخارجي مدرسة الثقافة في جامعة هارفارد. هو أستاذ زائر لقسم العمارة في جامعة MIT. هو أستاذ زائر في مدرسة بيركبيك للعمارة جامعة لندن. أثناء إقامته كأستاذ زائر في جامعة هارفارد، حاضر في فلسفة الفن في قسم الفلسفة والعمارة، ودرس خلال الفترة الممتدة ما بين 83 و93 مواد الفلسفة والبيولوجي والأنثروبولوجي وعلم الاجتماع. حاضر في جامعات بلدان متعددة، منها العراق، سوريا، إنجلترا، تونس، لبنان، السودان، النمسا، النرويج، البحرين، الأردن وأمريكا. قام بمسح فوتوغرافي للحياة الاجتماعية والعمارة والحرف اليدوية في العراق، وله في أرشيفه أكثر من 100,000 وثيقة عن العمارة والحياة موجودة في جامعة MIT. فمن الواضح أنه نحن عم نحكي عن شخصية متنوعة، تنوعت ما بين العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من خلال مكتبه، وله إسهاماته الأكاديمية العابرة للقارات. هو مؤمن بأنه العمارة ليست إنتاجاً للمباني فقط، وإنما هي إنتاج فكري بالدرجة الأولى، وأنه كل مبنى هو موقف فكري بحد ذاته بيعبر عن نظرة المعماري وتفاعله مع المعطيات الحياتية الآنية. الحديث للأمانة عن رفعت الجادرجي بيطول، وفينا نقول كل مرحلة من مراحل مزاولته للمهنة ممكن نعمل عنا محاضرة لوحدها، كل كتاب من الكتب اللي ألفها هي كمان تنعمل عنا محاضرات. أنا شخصياً لما بينطلب مني أني أحكي عن رفعت الجادرجي دائماً بفضل أنه أبتدي بالحديث من نفس النقطة يلي رفعت الجادرجي نفسه ابتدى منها، ألا وهي نظريته الخاصة في العمارة، واللي هو سماها بالنظرية الجدلية في العمارة، وهو سنة لما كان بعده طالب في مدرسة هامرسميث للعمارة في لندن. الطريف بالموضوع أنه هو صمم أو سن النظرية هي لنفسه كطالب لحتى تساعده في عملية التصميم كطالب. وفي سنة التخرج كان لزاماً على الطلاب بأنهم يقدموا أطروحة، فبعد نقاشات مطولة مع أساتذته قرر بأنه مضمون الأطروحة يكون عن النظرية الجدلية، لما شاف أنه فيها potentials عالية كتير، وبدل ما تكون هي مادة بتساعده في دراسته هلأ صارت هي نفسها موضع الدراسة.
وهو لطالما بمقابلاته كان بيعبر عن فخره أنه قدر يسن هيك نظرية لما بعده كان طالب قبل ما يكون معماري بشهادة، وهذا اندل فهو بدل على نبوغ مبكر عن هذا الإنسان، خاصة بأنه بعد ما اتخرج وبعد ما أسس مكتبه، بعد ما رجع على بغداد وأسس مكتبه مكتب الاستشارة العراقي، وبعد ما ابتدى بمزاولة المهنة، وبعد ما وضعت النظرية قيد الاختبار الميداني، يوم بعد يوم النظرية كانت عم تثبت صحتها، وكل التعديلات يلي طرأت لاحقاً على النظرية كانت قشور، ولكن ما كانت بتمس لب النظرية، أساس النظرية ظل سليم. النظرية الجدلية لرفعت الشادوجي بتنص على أنه الشكل المعماري هو حصيلة تفاعل جدلي ما بين قطبين، القطب الأول هو المطلب الاجتماعي، القطب الثاني هي تقنية البناء المتاحة في المكان اللي بيتم فيه تشييد المبنى. فبالتالي نحن عنا ثلاث مستقطبات، ثلاث أمور لازم نفهمها بهي النظرية، القطب الأول والقطب الثاني والعلاقة الجدلية ما بينهم، واللي منا استمدت النظرية اسمها. كعادة رفعت الشادوجي هو دائما بيقوم بتحليل أي ظاهرة إلى مكوناتها الأساسية، وبيقوم بدراسة هاي المكونات كلهم على حدة، بعدين بيجمعهم مع بعض ليشوف كيف تأثيرهم وكيف ممكن الاستفادة من كليتهم ومن علاقتهم مع بعض. أولا، ما معنى كلمة جدلي؟ جدلي يعني مثل جدال، هي عملية متبادلة ومستمرة، القطب الأول بيولد القطب الثاني، القطب الثاني بيتطور وبيعزز القطب الأول، واللي بدوره بيطلب قطب ثاني جديد، واللي بيتطور ويعزز القطب الأول، وبتستمر العملية هي في تبادل لحد ما القطب الثاني تقنية البناء بتكون عاجزة عن تلبية المطلب الاجتماعي القطب الأول، فبتنقطع السلسلة. المطلب الاجتماعي القطب المكون الثاني أو المطلب القطب الأول بيتكون من ثلاث مطالب، مطلب واحد نفعي ومطلبين عاطفيين. المطلب النفعي هو أن العمارة لازم تأمن الحاجات القاعدية من إيواء وملجأ وحماية للإنسان من العوامل الطبيعية والمناخية، بالإضافة لكون مرجعيته السيكولوجية. الحاجة الثانية أو خليني أقول الحاجة العاطفية الأولى، واللي هي الحاجة الثانية بعد الحاجة النفعية، هو الحاجة الجمالية. الإنسان من زمان لما كانت حياته بسيطة ولما كانت بتتكون من أفعال متكررة، تسرب الملل إلى حياته، فمع تطوره البيولوجي والسيكولوجي صار قادر على استحداث تفاصيل جمالية تدخل البهجة والسرور على هي الحياة وتكسر الروتين، روتين الملل. الحاجة العاطفية الثانية هي الحاجة الرمزية، يعني الإنسان دائما ميال لأنه يعبر عن انتمائه لفئة معينة، هي الفئة قد تكون إثنية أو وطنية أو دينية أو طائفية. كثير من الأحيان مثلا ممكن شخص هون بالكويت يروح عند المكتب الهندسي ويطلب منهم تصميم فيلته بناء على الطراز المعماري التقليدي الكويتي، هو كمواطن كويتي بده يشعر بأنه بينتمي لمجموعة إلى بصمتها الخاصة في مسيرة الحضارة الإنسانية، متمثلة بالطراز المعماري الكويتي المميز للكويت وحدها. هي حاجة رمزية هو بده أنه تلبى. أو مثلا ممكن زبون يجي يطلب أنه بيته يكون وفق التصميم الكلاسيكي الروماني يلي في نظر البعض بيعبر عن فخامة، هو بده يوصل رسالة رمزية للناظر للفيلا، مفادها أنه هو محسوب على شريحة اقتصادية معينة أو أنه هو شخصية نافذة. هذا المقصود بالحاجة الرمزية. القطب الثاني في هاي المعادلة هي تقنية البناء. آخر مقابلة
قام فيها رفعت الشادوجي قبل وفاته في مارس السنة الماضية كانت مع راديو عمان. فلما المذيع سأله شو بتنصح الجيل الجديد المعماريين، جوا بثلاث كلمات، قال بنصحهم يدرسوا تاريخ. هاي الكلمة فينا نعتبرها بمثابة المانيفستو تبع رفعت الشادوجي يلي اجت بعد ما صار عمره 63 سنة قبل وفاته مباشرة. رفعت الشادوجي بيطالب بأنه المعماري لازم يكون عنده فهم عميق للدورة الإنتاجية للمبنى، لازم يعرف كل مرحلة من مراحل البناء كيف بده يتم تنفيذها، بالإضافة لأنه لازم يكون في عنده فهم عميق للدورة الإنتاجية يلي أنتجت أي عنصر تاريخي عبر التاريخ، أنه هذا العنصر التاريخي شو هي الحاجة يلي أدت تلويلاته وكيف تم تصنيعه وإنتاجه. فبالتالي من خلال فهمه للدورة الإنتاجية السابقة التاريخية لهذا العنصر وفهمه للدورة الإنتاجية الحالية بيقدر هو يحقن هذا العنصر التاريخي في جسد تصميمه ومبناه، وما يظهر هذا العنصر وكأنه تم إقحامه، وإنما يجي متوائم تماماً ومتطور بشكل ويتناسب مع المعطيات الحياتية الآنية المعاصرة كتقنية بناء وكمطلب. في هذا الصدد قام رفعت الشادوجي بتقسيم المناطق يلي هو اشتغل فيها لثلاث خطوط، هو بيسميها خطوط. الخط الأول اللي بالوسط هو خط بغداد، واللي بيمتد من مدينة سامراء وصولاً لمدينة البصرة. هون رفعت الشادوجي اعتمد مادة الطابوق الجيري في إكساء المباني وأوجد حلول مناسبة للمناخ الحار والجاف. لازم نكون واعيين أنه بهي المنطقة نحن نعتبر رسمياً أدرنا ظهرنا إلى البحر المتوسط وثقافة البحر المتوسط والعمارة التقليدية في البحر المتوسط، وأصبحنا ننظر إلى آسيا. المنطقة هي محسوبة على بلاد فارس وبلاد آسيا الوسطى من كازاخستان وأوزبكستان، اللي كل هاي مجموعة الدول اللي نحن منسميها اصطلاحاً بلاد ما وراء النهر. هذول مشروعين بينتموا لهذا الخط، مشروعين موجودين بالكويت، مجمع العزيزية ومجمع الأندلس، بيبرز في هذا التوجه بشكل نموذجي. مهم جدا نذكر أنه الكويت في عمارات التقليدية ما اعتمدت الطابوق الجيري، وإنما كانت بتعتمد على البناء باللبنات الطابوق الطيني المجفف. ولكن بالنسبة لرفعت الشادوجي هو إنسان حداثوي، يعني هو محسوب على المودرن موفمنت يلي قطعت أواصر العلاقة مع التاريخ، وهو كان بيشوف هذا الشيء من أخطر صفات الحداثة واللي هو حب أنه يتحاشاها. كان بيشوف أنه الحداثة ارتكبت خطأ جسيم لما اعتبرت بأنه طلبات الناس وحاجاتهم في كل أصقاع العالم هي نفسها. فهو كان مؤمن بأنه كل منطقة في العالم لازم يكون في إلى المودرن أركتكتشر الخاص فيها. ولكن رفعت الشادوجي تناول هذا الموضوع بأسلوب فضفاض، يعني هو ما كان بيروح على كل مدينة وبيشوف استثنائيتها، وإنما كان الانتماء عنده هو للإقليم، فالموضوع عنده فضفاض شوي. فمشان هيك الكويت بالنسبة له كانت محسوبة على إقليم وادي الرافدين، فمشان هيك واستخدم مادة الطابوق الجيري، ولو أنه بالعمارة الكويتية التقليدية ما كان في استخدام للطابوق الجيري. هذا التوجه عند رفعت الشادوجي وبما يتعلق باهتمامه في المرجعية التاريخية، رغم أنه هو دائماً بيعبر عن ولائه المطلق للحداثة وبيعتبر لكوربوزيه هو مثله الأعلى، هو نتيجة طبيعية لأي معماري إجا من العراق، إجا من دولة يعني كان فيها حضارات إلى بصمتها بمسيرة الحضارة الإنسانية، حضارات كان إلى صولات وجولات، فمن الصعب أنك تقنع معماري إجا من هيك دولة بأنه يقطع أواصر العلاقة مع التاريخ. فوق منلاحظ مدينة بغداد الشارع الاحتفالي مثل ما تخيلوا الفنانين، وتحت نفس الشارع مثل ما هو موجود اليوم. كانوا من زمان هن عم يستخدموا الطابوق الجيري، خاصة بأنه تربة العراق بتساعد على إنتاج أجود أنواع الطابوق وهن بيتفننوا فيه، ويعتبر الطابوق الجيري من المواد البناء الوطنية داخل العراق. الخط الثاني إلى الشمال هو خط حلب. خط حلب بيمتد من مدينة الموصل، بيتجه
غربا لا يوصل لمدينة حلب، ومن حلب بينزل جنوبا وبينتهي عند مدينة القدس. هون أوجد رفعت الشاذلجي معالجات وتتناسب مع مناخ البحر المتوسط وثقافة البحر المتوسط، واستعمل مادة الحجر في الإكساء لأنه هي كانت المادة المعتمدة في البناء في هذه المنطقة. هذول المبنيين بينتموا لخط حلب. الصورة اللي على اليمين هي للفيلا الخاصة في بلدة حلات في شمال بيروت. الصورتين اللي بالوسط وفي اليسار هن لمبنى التأمينات الاجتماعية في مدينة الموصل. أنا شخصياً بعتبرها من أجمل ما صمم رفعت الشاذلجي. للأسف هذا المبنى تعرض لقصف عنيف في حرب تحرير مدينة الموصل، لأنه كانت داعش متخذته يعني واحدة من المراكز المهمة لها، فنقدر نقول أنه المبنى آيل للسقوط حالياً. الخط الأخير هو خط المنامة، بيبتدي من المنامة بالبحرين مروراً بقطر وبينتهي بالإمارات العربية المتحدة. ما في كتير مشاريع منفذة لرفعة الشاذلجي، ولكن من خلال الصور استشف أنه هو عمل على إبراز الواجهات كوحدة واحدة. هون هي المناطق اعتمدت الطوب اللبن اللي بيتم إكساءه بمادة بتخفي هذا الطوب وبتبرز الواجهة كوحدة ما بتتكون من وحدات صغيرة مثل الطابوق الجيري أو قطع الحجرية، وإنما في توزيع على كامل مساحة الواجهة كوحدة واحدة. فهذا الشيء بارز من خلال استخدامه للبريكاست أو للكاستين سيتشو الكونكريت الصلب. لاحظوا بأنه المبنى اللي على اليسار اللي مع أنه هو بالإمارات إلا أنه في تصميم الفتحات استقى المرجعية التاريخية من اليمن، رغم أنه الإمارات واليمن بيبعدوا عن بعض يعني ما لا يقل عن 1300 أو 1500 كيلومتر، ولكن مثل ما أنا قلت شوي قبل شوي بالنسبة لرفعة الشاذلجي الموضوع له علاقة بالإقليم، يعني الإمارات واليمن والسعودية والبحرين كلهم محسوبين على إقليم شبه جزيرة عربية، فهون بيخلط الأمور ببعضها. هلأ نحن فهمنا شو معنى جدلي، شو معنى مطلب اجتماعي، وشو معنى تقنية بناء. فبدنا نحكي بمثال بيجمع هاي الأمور الثلاثة. رفعت الشاذلجي اتكلم بشكل مستفيض عن النظرية الجدلية في العمارة وشرحها بشكل مفصل في كتابه شارع طه وهامر سميث، وقدم مثال فيه بيتمثل بالعمارة القوطية الغوثيك أركيتكتشر. بيقول رفعت الشاذلجي أنه المطلب الاجتماعي هون كانت تلبية الجرعة التدين الزائدة كانت اللي عند الناس يلي كان لازم تقابلها تقنية بناء تلبيها، فكان الحل من خلال ابتكار العمارة القوطية. هون تم استحداث البوينتد آرش القوس المستدق، ولأول مرة كان من الممكن أنه نحن هلأ نتحكم بارتفاع السقف. بداية بالعمارة الرومانسكية اللي هي المرحلة اللي سبقت الغوثيك أركيتكتشر، طالما نحن حددنا المسافة ما بين صفين العمدان المكونين للقاعة الرئيسية في الكنيسة، فنحن أوتوماتيكيا حددنا ارتفاع السقف، لأنه السقف أنا عندي دائري فما فيني أنا أطلع وأنزل فيه. بينما بالpointed arch فهون التقاطع القوسين صار من بيخليني أتحكم أنا بالارتفاع، فهذا الارتفاع ساعد على أنه الإنسان والمتعبد بالكنيسة يقدر ينتقل من العالم الدنيوي إلى العالم السماوي. بالpointed arch مبدأه بسيط جدا، هو بيعمل على التخلص من اللبنات يلي الموضوعة بشكل أفقي واللي هي ضعيفة، وبيزيد من اللبنات الشاقولية واللي بتعمل على نقل خطوط الأحمال الميكانيكية من الأعلى إلى الأسفل بشكل سلس وانسيابي. هذا الشيء أدى لأنه السقف يخف، بالإضافة طبعاً نحن عم نحكي هلأ تقنية البناء، تقنية البناء بالغوثيك أركيتكتشر هلأ كمان تطورت، يعني أنا كان في عندي الخانة المربعة في العمارة الرومانسكية واللي كانت بتحتاج لأنه تملأ بالحوائط الحاملة. هلأ
وبسبب البوينتد ارش صار في عندي انا الخانه المسدسه واللي سمحت لي بانه انا استغني عن الحيط يلي بيمتد ما بين العمودين بعمود ثالث في النصف. فانا صار في عندي مساحه شاسعه ما بين العمدان بقدر املاها بنوافذ، وهي النوافذ بتسمح بمرور الاناره الطبيعيه. ونحن بنعرف انه الاناره الطبيعيه في دور العباده دائما هي كناية عن حضور الإله، لأنه الإنارة جاية من السماء والملائكة خلقوا من النور. فكل هاي الأمور راحت عززت بدورها، أو خليني أقول التطور بتقنية البناء عزز المطلب الاجتماعي الأساس. ثاني بالعمارة القوطية اللي هي الزفرات بيسموها بالعربي، أو الفلاينج باتريسز اللي هي الدعامات الخارجية المستعرضة يلي ساعدت على توسيع البهو أو القاعة الرئيسية بالكنيسة، ولكن بشكل مستعرض. يعني نحن شفنا قبل شوي البوينتد آرش كيف ساعدت على ارتفاع السقف، هلأ البترس ساعدت على أنه عرض الكنيسة يزيد، فبالتالي شعور الإنسان داخل هي القاعة الكبيرة شعوره بضآلته مقارنة بقدرة الإله الممثلة بفراغ الكنيسة زاد كتير، مما زاد هاي هذا الانطباع الخشوع واللي بتساعد على الإنسان ينتقل بروحانيته من العالم الدنيوي إلى العالم السماوي. مراحل ممارسة المهنة بتبتدي بالمرحلة الحداثة الأوروبية. تخيلوا معي شاب درس بأوروبا رجع على بغداد مشبع ب مبادئ الحداثة، وكان هو وزملائه من الطلاب على صدام مستمر مع أساتذتهم المحافظين. فلما يرجع على بلده هو ومن عاصروه من جيله اللي هو بينتمي الجيل الثاني من معماريين الحداثيين، هو وقحطان عوني وقحطان المدفعي وبعض المعماريين الثانيين، شافوا بأنه الحالة الاقتصادية والاجتماعية بالعراق مواتية تماماً لازدهار المودرن موفمنت. العراق كانت تأسست أركانه كدولة بالمعنى الكامل للكلمة، الناس صارت عم تشتغل بوظائف حكومية، صار في بحبوحة عند الناس وصاروا في انفتاح. يعني المجتمع العراقي صار بحالته الاجتماعية بينظر إلى للحضارة الغربية بانبهار وطواق لتقليده. فبالتالي كانت الظروف مواتية لاستحضار العمارة المعاصرة بهذيك الحقبة. في واحدة من بواكير أعمال رفعت الشادرجي منلاحظ الولاء المطلق للمودرن موفمنت من خلال الأشكال الأساسية، المسطحات المستوية، الزوايا القائمة، والخطوط العرضية الأفقية الممتدة بشكل مستعرض. حتى بالتوزيع الداخلي للفراغات يعني منلاحظ بأنه في انفتاح أكثر. رفعت الشادرجي ما قام باقتباس العمارة المعاصرة مثل ما هي كانت موجودة بأوروبا، وإنما حاول إيجاد حلول مناخية من خلال تسخير العمارة المعاصرة. هون منشوف مثلاً استخدامه للشترز، استخدامه للكانتيليفرز، وانفتاح النوافذ على الحديقة الخارجية. فيلا محمود عثمان هي أول فيلا بيقوم رفعت الشادرجي فيها في تسخير القوس باستخدام القوس، ولاحظوا أنه استخدامه هون استخدامه للقوس استخدام بدائي، يعني بعده ببداياته، بعده ما كان عامل الدراسات الكافية اللي أكسبته هويته المعمارية اللي صار هو معروف فيها، ولكن مهدت للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية هي مرحلة أقلمت العمارة المعاصرة. مثل ما قلنا قبل شوي رفعت الشادرجي كان واعي تماماً للمشكلة الموجودة عند معماريين الحداثة ورواد الحداثة في قطع أواصر العلاقة مع التاريخ، ولكن هو حب أنه يتحاشاها. فقام كان بيجوب شوارع بغداد بحثاً عن عناصر تاريخية يقدر يحقنها ضمن مباني. فلاحظ بأنه أكثر نوعين من الأقواس منتشرين في بغداد كان القوس الدائري على اليسار والقوس المصطدق الـ pointed arch.
القوس المصطدق مشكلته هو أنه في حال كان موضوع بشكل فردي فهو بيولد قوى دافعة بصرية شاقولية، وإذا كان موضوع في مجموعات فهو بيولد قوى دافعة أفقية. ورفعت الشاذلجي ما كان بعده مستعد لهالنوع من المعالجات البصرية، فارتأى بأنه يروح للقوس الدائري، خاصة بأنه القوس الدائري بيتناسب مع روح المودرن موفمنت يلي بتعتمد على الجماليات الممكننة. يعني هي الحداثة دائما أشكالها أساسية، والقوس الدائري بينسجم تماما مع هي الروح، لأنه هو أساسا بيتكون من شكلين أساسيين. نحن عنا نصف دائرة موضوعة على مستطيل، فبالتالي هو قدر يستخدم عنصر بينسجم تماما مع جماليات الحداثة الممكننة، واللي هي بتختلف عن جماليات القوس المصطدق اللي هي أشبه بجماليات البشرية اللي هي من صنع الإيد. وبنفس الوقت قدم شكل مألوف تاريخيا بالنسبة للمجتمع العراقي، فحافظ على هاي الكونكشن مع التاريخ. طبعا كمان نقطة تانية انه القوس المصطدق بتعتمد في نقل الأحمال على اللبنات، فبالتالي هي أنسب لاستخدام مادة البناء اللي بيتم فيها تسخير وحدات صغيرة من مثل الطابوق الجيري والحجر، بينما الحائط الخرساني توزيع الأحمال فيه بيكون بشكل متجانس أكثر، وهي من ضمن الخواص اللي نحن كنا عم نحكي عليها قبل شوي، إنه لازم المعمار يكون في عنده فهم عميق للدورة الإنتاجية ولخواص المواد اللي هو قاعد عم بيشكلها بإيده، وفهم لخواص الفيزيوكيميائية لهي المواد. الخرسانة بتناسبها أكثر القوس الدائري بما يخص توزيع الأحمال حتى. طبعاً واحدة من الجوانب العبقرية عند رفعت الشاذلجي أنا شخصياً بعتبرها هو أنه كان واعي للمشاكل يلي وقعوا فيها جماعة حركة ما بعد الحداثة البوست مودرن موفمنت حتى قبل ما الحركة تولد أساساً. يعني كلنا بنعرف أنه جماعة البوست مودرن موفمنت ظهروا كثورة على جماعة المودرن، لأنه لما شافوا هالقطيعة هي اللي صارت مع التاريخ هن شعروا بأن الناس بدها تشعر بكونكشن مع التاريخ، فعملوا هن على ترميم العلاقة واستحضار معالم تاريخية، عناصر معمارية تاريخية وتسخيرها في مبانيهم بعد تجريدها حتى تتناسب مع زمنهم. جيمس ستيل في الصفحة الثانية والثالثة من كتاب The Architecture of Ras and Badran بيقول بأنه أثناء محاضرة هو حضرها لروبرت فنتوري أحد أهم أعلام البوست مودرن موفمنت في نهاية الثمانينات في لندن، فنتوري أعلن فيها صراحة عن فشل حركة البوست مودرنتي أو حركة ما بعد الحداثة، لأنه اختيار وتجريد العناصر التاريخية ما كان موفق، فالناس ظلت عم تشعر بعزلة عن التاريخ. فرفعت الشاذلجي كان واعي لهي النقطة، ونظريته النظرية الجدلية اجت لحتى تتحاشى هذا الخطأ تماما، لأنه جماعة حركة ما بعد الحداثة قاموا بحقن مبانيهم بعناصر تاريخية بأسلوب ساذج، وكأنه المطلب وتقنية البناء معزولين عن بعض. فهون كان الخلل عن جماعة ما بعد الحداثة، يعني هو تحاشى أخطاء اللي وقعوا فيها جماعة ما بعد الحداثة حتى قبل ولادة حركة ما بعد الحداثة. هي اتحاد صناعات العراق أنا شخصياً بعتبرها من أجمل ما صمم رفعت الشاذلجي. وأثناء واحدة من نقاشاتي مع المعمار الأردني الفلسطيني عمار خماش كان هو عم بيعبر عن ومن وجهة نظر بصراحة تستحق الاحترام، عم بيعبر عن عدم اعجابه بهي الواجهه. ليش؟ لانه بالنسبه له العماره هي عمليه حل للمشاكل، بينما الفنون هي عمليه اثاره التساؤلات واثاره المشاكل، فما فينا نحن نجمع مع بعض بهي الطريقه. طبعا رفعت الشاذلجي في توزيع التكوينات، طبعا لاحظوا معي التفاعل العنيف لمكونات الواجهه، اكان من عناصر هي شبابيك ونوافذ، اكان بالالوان ما هو بيج وما هو ابيض، أكان ما هو جدار البارز والجدار المرتد للخلف، أكان بالسوليد والفويد. فالواجهة يعني بتعتمد على مدرسة الدشتيل اللي هو الاشتقاق
الهولندي لحركة الحداثة، وتحديدا متأثر بأعمال بيت موندريان الفنية. جدير بالذكر بأنه لما قام رفعت التكنولوجيا بيصمم واجهاته، كان بيقول بأنه هو عنده أسلوبين في التصميم الواجهات، لما يتعب من واحد كان بيجنح للثانية. الأسلوب الأول هو الأسلوب التكراري الاستاتيكي، واللي بالنسبة له بيشبه أكثر أسلوب بيتهوفن في التأليف الموسيقي. ومنلاحظ هاي الواجهة من مجمع الأندلس، هذا جزء بينتمي لهي النزعة. النوافذ كلها موضوعة بترتيب فوق بعض، وهذا الجانب من تصاميم واجهاته، الجانب الاستاتيكي التكراري بيأكد على لا نحتية المبنى، بحيث أنه نحن فينا ندرك السكيل، فينا ندرك الأبعاد، فينا نفهم المبنى، فينا نعرف عدد الطوابق. فهون المبنى يعني مبنى معماري ببين، وفي لا نحتية فيه. الجانب الثاني هو الجانب الرومانسي التصادفي، واللي بيشبه أكثر موسيقى إيغور سترافينسكي حسب تعبيره هو. الجانب التصادفي اعتماده أكثر على التصادف، عدم الترتيب، ما في سكيل، جانب ما فيك تتنبأ فيه، بتضل عين الإنسان شاردة، بتضل عم تتنقل ما بين جنبات الواجهة المختلفة في حالة اكتشاف مستمر. وهذا الجانب، الجانب الرومانسي التصادفي، كان بيحتاج لمخزون عاطفي كتير كبير. طبعا لما كان رفعت الشادوجي بيصمم، ما كان بيقسم المشروع لأنه والله هذا بالكامل بده يكون، بده يتبع الجانب الاستاتيكي التكراري، وهذاك المشروع بده يتبع كاملا الجانب الرومانسي التصادفي. لا، في جوانب من نفس المبنى ممكن تكون استاتيكية تكرارية، وفي جوانب تانية ممكن تكون رومانسية تصادفية. يعني منلاحظ هون في مبنى مبنى وزارة البلديات، الكتلة اللي على اليمين اللي بتمثل مكان سكن ومكتب الوزير، صممت استناداً للجانب التكراري الاستاتيكي، الفتحات المتطاولة الستة والفتحات الصغيرة التسعة المحطوطة بتناسق. ممكن ما بيكسر هي الـ 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 الحدية إلا الفتحة هي البسيطة الموجودة هون، بينما كتلة الوزارة الأساسية بتعتمد الجانب الرومانسي التصادفي. أنا شخصياً يعني كنت سعيد بهالمقارنة مع الموسيقى، ولو أنه أنا ما فهمت العلاقة ما بين التكرار وبيتهوفن ومن خلال التصادف وسترافينسكي، أنا شخصياً لطالما كنت بشبه الجانب الرومانسي بموسيقى فريدريك شوبان، مو لأنه بس فريدريك شوبان بينتمي للفترة الرومانسية بالموسيقى الكلاسيكية، هي الفترة اللي بتمتد ما بين 1810 ل 1930، ومو لأنه هو من الناس اللي يعتبروا بيتربعوا على عرش هاي الفترة، بس لأنه فعلاً فريدريك شوبان بأسلوبه أحياناً بنحس أنه الصبيعة موضوع على مفاتيح البيانو بأسلوب متثاقل بشكل متباطئ، وباللحظة بيصير في تسارع غير مبرر برتم العزف، سرعان ما بيخمد وبيهدأ مرة ثانية. وهيك ما بنشوف بمشروع رفعت التشادولوجي ببعض مساحات الواجهات، بنلاحظ في تكثيف شديد للعناصر، وبأماكن ثانية بنشوف الخواء كامل. هون طبعا عم بيحاول يقدم بانوراما مدينية عربية، نقدر إذا تأملنا فيها نشوف مآذن، نشوف قباب، نشوف بيوت صغيرة متاخمة لبعض، نقدر نشوف مساحات فاضية لسه ما وصلت المدينة في توسعها على أطراف. فأنا يعني بالنسبة لي يعني واجهة في منتهى الإبداع، واجهة اتحاد الصناعات. لاحظوا هم معي كمان نفس الشيء، عندي حيطة بتمتد لارتفاع تقريباً 30 متر، خاوية تماماً إلا من بعض الفتحات يلي حتى ما بقدر أسميها إنها بلكونات، يعني هي عبارة عن فتحات خارجية بنية الترويح عن النفس، يعني ممكن واحد يطلع بس يدخن سيجارة لمدة 5 دقائق ويرجع. فهي المفاجآت الغير متوقعة بعمارة رفعة الشادوجي هي اللي شهرته، وهي اللي حببت الناس بأسلوبه.
جانب ثاني مميز لأعمال رفعت الشاذلجي هي الحوائط الممتدة. الحوائط ما بتعمل عند رفعت الشاذلجي فقط على تغليف الفراغات الداخلية، وإنما بتمتد لخارج المبنى في الأهمية وظيفية إلى علاقة باستحضار الضياء بدي أحكي عنها بعد شوي، وفي إلى وظيفة جمالية هي إطفاء نحتية للمبنى، بتحاول على تخلي المبنى كتلة المبنى غنية أكثر ودسمة أكثر. ميس باندرو كان من الناس السباقين باستخدام الحوائط الممتدة، وكان بيعتمد على هذا المبدأ لربط الخارج مع الداخل، إلا أنه الحوائط الممتدة عند ميس باندرو كانت أجمل في المساقط الأفقية في حالة الثنائية الأبعاد، وإنما لما نروح على تكتيل المبنى بالأبعاد الثلاثية ما منلاحظ أنه هي الحوائط يعني أضافت لنحتية المبنى، بينما عند رفعة الشاذلجي هي فعلا الحوائط الممتدة حتى بال3D هي أضافت الشيء الكثير للمبنى من خلال تباين الارتفاعات، من خلال تباين أعماق الامتدادات، من خلال إضافة الإضافة النوعية اللي هو عملها لنحتية المبنى، فخلى المبنى يظهر ككتلة فنية. نصب الحرية هي من المشاريع المعروفة لرفعت الشاذلجي، بيقول أنه الفترة اللي صمم فيها رفعت الشاذلجي هذا النصب كانت العراق عم تشهد مظاهرات وناس كتير عم تحمل لافتات بيديها التنتين، فهو حب بأنه يصمم أطول لافتة، فقام بتصميم لافتة مستندة على دعمتين بطول 50 متر وارتفاع 10 أمتار، وطلب من صديقه الصدوق جواد سليم بأنه يملأ هي اللوحة، فجواد سليم كان مرتبك ما كان عارف منين يبدأ، فرفعت الشاذلجي اقترح عليه بأنه تكون المضمون اللوحة، أو خليني أقول اللوحة نفسها مقسمة لثلاث أجزاء بتبدأ أو تقرأ كرونولوجياً أو زمنياً من اليمين إلى اليسار كما تقرأ اللغة العربية، بحيث أنه أول ثلث يحكي عن مرحلة ما قبل الثورة، الوسط يحكي عن مرحلة الثورة، وأقصى اليسار يحكي عن مرحلة ما بعد الثورة. فكان سعيد كتير جواد سليم لأنه أعجب بالفكرة وابتدأ يشتغل عليها، واشتغل فيها للأمانة بكل جوارحه لدرجة أنه الشغل أضنى، ومن كثر الإرهاق والتعب توفى قبل ما يكتمل العمل، ولكن كانت القطع كلها متصممة، والقطعة كلها كانت مصبوبة من إيطاليا وكانت واصلة للعراق، وبس كان ناقص تركيبها في اللوح. اللوحة اللي تحت هي المشروع هذا يعني أو النصب هذا يعتبر ملهم للعراقيين لحتى اليوم، و يعني الصورة هي متاخدة من حوالي 3 أيام بالمظاهرة اللي صارت يعني لدعم أشقائنا بفلسطين. نصب آخر لرفعت الشاذلجي هو نصب الجندي المجهول، اللي هو استخدم قوس كسرى أو طاق كسرى في التصميم. صدام حسين لاحقاً قام بهدم هذا النصب لحتى ينصب تمثاله هو، وهو نفسه التمثال اللي تم إسقاطه بال2003 باللحظة المشهورة، معلناً فيها يعني المشهد اللي فينا نعرف منه أنه خلاص تم استباحة العراق. بدي أحكي عن استحضار الضياء في عمارة رفعت الشاذلجي، ولكن قبلها بدي أحكي عن شوية مبادئ في الإنارة لحتى نحن نعرف كيف هو سخرها. الإنارة أو الديلايت بيتكون أساساً من السنلايت زائد السكايلايت، إضاءة الشمس المباشرة، والمكون الثاني هو إضاءة الشمس يلي بتصطدم بجزيئات بخار المي اللي بالغلاف الجوي، فبيعاد تشتيت الإنارة بحيث أنه القبة السماوية كلها بتتحول لمصدر ثاني للضوء. فهلأ أنا عندي الضوء النهار قبل ما ينفذ لداخل الغرفة بينفذ بوحدة من 3 أساليب، إما الدايركت كومبوننت المكون المباشر من السماء مباشرة بينفذ، وهو مسؤول عن إنارة المناطق القريبة من النافذة وهو أقوى مكون،
ثاني أقوى مكون هو المكون الانعكاسي الخارجي، بحيث أنه الضوء الطبيعي بيصطدم بالمسطحات المجاورة من مباني مجاورة من أرصفة، ومنها بينتقل لداخل الفراغ، وهذا المسؤول عن إنارة الأماكن اللي نسبياً أعمق شوي داخل الغرفة، وهو ثاني المكونات قوة. المكون الثالث هو أضعف المكونات، هو المكون الانعكاسي الداخلي، بحيث أنه لما النور يدخل داخل الغرفة ويصطدم بالأثاث ويصطدم بالجدران وأرضيات وأسقف الغرفة، فبيعاد انعكاسه للأماكن العميقة أكثر والأكثر ظلمة يعني داخل الغرفة. رفعت الشادلجي قام على تسخير هذا المكون الثاني، المكون الانعكاسي الخارجي، بحيث أنه هو ما استنى لحتى الإنارة تنعكس من المباني المجاورة، وإنما هو عمل على خلق جدران ناتئة، جدران بارزة، لحتى هو يتحكم بهي الانعكاسات ويساعد على فلترة الإنارة الطبيعية قبل نفاذها إلى داخل الغرف. الفراغات طبعا الحوائط المرتدة مرتبطة مع الحوائط البارزة، إما بالبلكين أو البلكونات أو النوافذ، فبالتالي هن منهم معزولين عن بعض، ولكن الحوائط الخارجية هي مبطنة من الداخل بطبقة بيضاء، طبقة مساح مغلفة من الخارج، نحن من برا منشوف طابوق جيري، ولكن من الداخل هي مبطنة بمساح أبيض لحتى تغير لون الإنارة الداخلة للغرفة من اللون الذهبي لون الشمس القوية المميزة لمنطقتنا العربية للون أبيض مفلتر. طبعا هي كمان واحدة من المعالجات اللي قدمها رفعت الشادلجي لحل مشكلة الوهج الجلير. طبعا إذا انتبهنا نحن بأضواء الشوارع بالليل منلاحظ بأن أضواء الشوارع في حواليها هالة، في حواليها السحابة، وهذا الشيء ناتج عن الغبار الموجود في البيئة الصحراوية اللي بيعمل على تشتيت الإنارة ويخلق وهج مزعج. فهذا الوهج حتى موجود بالنهار ولكن من قوته نحن ما منلاحظه، فهو حاول على معالجة هاي المشكلة من خلال الانعكاسات المتعددة للنور قبل نفاذه لداخل الغرفة. الجميل في الموضوع أنه رفعت الشادلجي في مساقطه الأفقية بيحاول على جعل المبنى بارز للخارج من أكثر من ضلع، فبيقدر يوضع شبابيك على أكثر من ضلع ويخلي النور يتسرب لداخل الفراغات من أكثر من اتجاه، وهذا بيساعد على موديلينج أفضل للأشياء والأثاث الموجودين داخل الغرف. هي المجمع الأندلس بالكويت، هون كمان هي بتنتمي للحقبة الثانية اللي هي أقلمة العمارة المعاصرة. هي الصورة أنا شاركت فيها بمعرضي اللي انعمل بال 2017 اللي كانت بتسائب توزيع جائزة الشادلجي بنسختها ال 17، ويعني بلغني فيما بلغني إنه لاقت استحسان عند كل الناس، يعني فيها كل مقومات الصورة الناجحة، فيها فريمينج، فيها كونتراست، فيها فوكل بوينت. فبنظري هذا المشروع بيعبر بامتياز عن الأسلوب النموذجي لرفعت الشادلجي في حقبته أو في الفترة الثانية. هي فيلا كمان من تصميم رفعت الشادلجي، فيلا الحمد، وهي أول مشروع قام رفعت الشادلجي بتصميمه. بيملكها شخص من بيت الحمد، ما عم بتذكر الاسم، كان سفير دولة الكويت في العراق، وتزوج سيدة عراقية، ولما إجى على الكويت هي السيدة العراقية طلبت منه أنه بيتهم يكون من تصميم رفعت الشادلجي، لأنه بالعراق رفعت يعني كان شاغل الدنيا ومالئ الناس، كان محبوب كتير، وطلبوا من رفعت الشادلجي أنه يصمم هاي الفيلا، واللي كانت فاتحة لأنه يصمم مشاريع تانية بالكويت. جدير بالذكر أنه المشروع هذا بينتمي أو كله تصمم بالأسلوب الرومانسي التصادفي، ما عدا الكتلة اللي في أقصى اليسار واللي صممها معماري أرمني، والكتلة هي تمت إضافتها لاحقاً على المبنى، وواضح بأنه هذا المعماري فاهم أسلوب الشادلجي، فحاول بأنه يخفف من وطأة التفاعلات العنيفة يلي عم بتصير بالأسلوب الرومانسي على باقي جزء الواجهة،
جنح للأسلوب التكراري الاستاتيكي لحتى يخلق نوع من الهدوء، يخلق نوع من الموازنة في الواجهة. أي مجمع العزيزية في الكويت كمان من المباني الجميلة لرفعة الشعراجي واللي بتنتمي للفترة الثانية. هيك بنكون وصلنا لنهاية المحاضرة. فأي حدا عنده أي سؤال بتمنى لأنه يتفضل. جزاكم الله كل خير باشمهندس رافي. لو في حد عنده سؤال يفتح المايك على طول. لو في حد عنده أي سؤال طيب بتحبوا نستفيد من الوقت نحكي شوي عن نقاط إضافية؟ أنا كنت خايف إنه الوقت يداهمنا، فكنت عم حاول دائما نركز على الأساسيات. طبعا مهما طولنا رح نكون مقصرين يعني بتغطية كل الجوانب، بس رفعت يعني اعتمد بتصميمه على النوافذ الصغيرة في الكويت، لأنه من المعروف لأنه النوافذ بالدول الأوروبية تنفع بأنه تكون كبيرة، لأنه النوافذ نفس النافذة ممكن تسخر في تلبية الحاجات الكلية للنوافذ من توفير إطلالة وتوفير تهوية وتوفير إنارة، ولكن في الدول العربية هذا الشيء صعب، فدائما في النوافذ بتكون أصغر وبتكون موزعة بطريقة أنه بيكون في توزيع للأدوار. النوافذ اللي بتوفر إنارة بتكون لحال، النوافذ اللي بتكون مواجهة للرياح لوحدها، النوافذ اللي بتهرب من الإطلالات في حال مثلا كانت المبنى مواجه لمبنى تاني ومكشوف، فبتلاحظ أنه في نوافذ أقل هنيك، وإنما بيكون في نوافذ أكثر على الجوانب اللي مطلة على حدائق. ولكن بكل الأحوال بالمباني اللي بالكويت نوافذه كان نسبيا صغيرة. رفعت الشهداجي توفى بأبريل السنة الماضية بعد صراع مع المرض وتدهورت صحته ودخل المستشفى، وهنيك لقط فيروس كورونا وتوفى بعشرة أبريل. نحن كنا رايدين بأنه هاي المحاضرة تكون بيوم عشرة أبريل، بس بعدين ارتقينا لأنه في رمضان والناس يعني بيكون في استعدادات معينة، فقررنا بأنه نعملها بعد نأجل المحاضرة شهر. بس ما بيمنع يعني إنه بعدنا نحن يعني هاي المحاضرة هي تريبيوت لرفعت الشهداجي بمناسبة مرور عام على وفاته. فهذا كل اللي عندي أخ عمر، إذا أي حدا عنده سؤال فيتفضل. في حد عنده أي أسئلة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام باشمهندس عبد القادر، ازيك؟ لا انا دكتور سمعان من العراق. معلش ناسف. تمام الله يخليك باشمهندس. تفضل. بس اذا ممكن في عندي مداخله عن الراحل الكبير المعمار رفعت الشهداجي، انه كان في مأخذ يعني على تصاميم، انه كان يهتم بالخارج يعني وبالواجهات اكثر من الصمامه، وكثير من يعني وكثير من المستخدمين يعني لأبنيته كانوا يعني يشكون من عدم انسيابية يعني الوظيفة اللي بيها، وبل يعني وصلت بالبعض انه صار في تحويرات على يعني على البلانات، يعني تغيير بالجدران وبطريقة الاستخدام لكثير من أبنيته.
يعني هل هذا المداخلة هنا إنه لو كان هنالك يعني دراسة يعني تتناول الجانبين معا، إنه هل كان يعني هنالك يعني رسالة غير مفهومة لل يعني الأستاذ رفعت يعني في بلانات ربما لا تتلائم مع يعني طريقة الاستخدام، هل هنالك رسالة كانت يعني في النية إيصالها مثل يعني التحليلات اللي قدمتها حضرتك بالنسبة للواجهات ربما تكون غير مفهومة؟ يعني لأن حقيقة كل الدراسات وكل الكتب وحتى هو دراساته وكتبه عندما يتحدث عن ابنيته يتناول المرجعيات الشكلية وال يعني وأسباب اختياره والإلهامات اللي تخص الشكل والواجهة، وكأنما موضوع يعني الوظيفة والبلانات كان مغيب، يعني لم يأخذ حقه من التحليل لا من المعماري الراحل الله يرحمه ولا من دارسي. يعني حقيقة يعني بس هاي يعني النقطة يعني حبيت يعني أنه قد يكون مظلوما في هذه النقطة، وقد يكون هو أيضا ظلم نفسه بأنه ركز على يعني الحديث يعني عن أعماله وإيصال فلسفته على مستوى الشكل والواجهة، ولم يحاول إفهام والتثقيف عن يعني عن جانب الوظيفي والبلان. شكرا جزيلا. فالمجتمع العراقي والمجتمع اللي أو خليني أقول بالدول العربية اللي هو يشتغل عنده كان عم بيشهد نقلة اجتماعية نوعية ما بين المحافظة وما بين الانفتاح. أظن هاي الجدلية هي اللي كانت مربكة حتى بالنسبة للمعماريين، يعني في أنماط حياة مختلفة جدا للعائلات المختلفة، في عائلات طواقة للانفتاح، في عائلات بعد محافظة، في عائلات نص، فبتخيل هي واحدة من الأمور اللي يعني كان صعب جدا على المعماري بأنه يتنبأ فيها، واللي أثرت على أو اللي خلقت هالنوع من الإشكاليات. بتمنى أن أكون جاوبتك على استفسارك. شكرا جزيلا أستاذ، حقيقة أنت يعني فعلا يعني كانت يعني إجابة يعني لطيفة، يعني يمكن يعني أضاءت نقطة، وأنا حقيقة بس يعني حبيت يعني أضيف نقطة أيضا، يعني في المحاضرة اللي يعني من الصور اللي عرضتها هي مقارنة بين يعني مبنى الجناح الألماني في برشلونة وبين يعني مبنى حصار التبغ مال طبعا أنا داخل يعني صار لي فرصة يعني أنه أدخل المبنيين، ومع اختلاف السياق والوظيفة لكن يعني بالضبط يعني الـ يعني مثلا المانيفستو يعني والفلسفة اللي كان ينادي بيها نيس فاندرو كانت واضحة جدا في الداخل وفي الخارج، يعني اللي يزور الـ يعني الجناح الألماني في برشلونة يشعر فعلا انه كان يعني هذا المعمار دي يقول يعني واضحه جدا عباره لسزمور، وواضحه جدا انه كان عمارته هي almost nothing، لكن يعني فلسفه الجادرتشي حقيقه يعني واحد على المد يعني يثبتها هاي الحقيقه انه كانت حقيقه واحد يقف اجلالا واكبارا امام يعني الكتلة والواجهة، لكن أيضا من يدخل يشوف أنه ضاعت هاي الفلسفة. وشكرا جزيلا. شكرا. في أي سؤال ثاني؟
أنا رافع يدي وأنتظر السماح. أها تفضل دكتور. يعني عم نشتغل بالنظام. دكتور خليني أدمك يعني أول شيء الدكتور هو يعني رئيس مؤسسة رفحت الجعدوجي للعمارة والمجتمع وهو صديق صدوق للمعمار رفعت الجعدوجي ويعني من الناس اللي فعلا كثير له إسهاماته يعني بنشر أفكار رفعت الجعدوجي. فتفضل دكتور. أول شيء يعطيك العافية ومشكورين زملائنا المنظمين لهذا النشاط. لا أنا مش نشر رفعت تعرفنا عليه حتى هو لا يقبل أن نقول أنه عم ننشر فكر. رفعت رمى بحجر كبير في مستنقع الركود الفكري بما يتعلق بالعمارة العربية. العمارة العربية لم تستطع طول القرن العشرين أن تنتج مدرسة، ولكن أنتجت بعض التجارب بقيت في إطارها الفردي. هذه قضية جوهرية، ويشكر رفعت أنه من الناس الذين كتبوا فلسفة وفكرا معماريا استند إلى تجربة رائدة حررت بالمعنى الحداثي. وهون يعني بشكر رافي اللي عمل مداخلة كتير مهمة حول المرجعيات التقنية. رفعت عمل ثلاثيته اللي مستند إلى فكر فلسفي عربي، وخاصة يعني أنا من الناس اللي عاصرته ورفقته منيح لرفعت، خاصة من التسعينات إلى وفاته. وكنا نعمل جلسات مفتوحة بينه وبين أساتذة وبينه وبين طلاب، وأسسنا هذه الجمعية، وكان رافض أن نسميها مؤسسة الجادرجي على اعتبارها مؤسسة للعمارة العربية، وبتطرح مفاهيم البعد الإنساني لهذا المنتج المتميز في حياتنا. فمنشان هيك كان كتير مهم أنه قدرنا رافقنا لرفعت، قدرنا نشهد تحولات كبيرة. رفعت بناش ننسى أنه رفعت أفكاره الأساسية بدأت في نهاية الخمسينات، من منتصف الخمسينات والستينات، وكانت رائدة في تلك الفترة. وهي أنه قوله هو بلقاء، أنا كنت عندي مجموعة من الطلاب ببيته بحالات، فقال هو أنه أنا أول مشروع عملته كنت متأثر كتير بالباوهاوس وبالمودرنيزم، وعملت مبنى أوروبي في العراق، وكنت بدي بطل العمارة بعد النتيجة اللي شفتها. بعدين رحت إلى مبدأ ومفهوم الخصوصية المكانية في رسم صورة العمارة التي نريد. انطلاقا من هون خليني أنا أقول أكثر كون نقدي بموقفي من رفعت من التعميم. رفعت قال لا يوجد حقيقة مطلقة ولا يوجد عمارة بدون فكر، والفكر اللي طرحه رفعت مبني على ثلاثية اللي هي الحاجة المباشرة، يعني الحاجة النفعية المباشرة للعمارة وهي الأساس، وفي الحاجة الرمزية الثانية واللي هي حاجة قاعدية والتي تستند، يعني يمكن شرحهم بطريقة أبسط مني رافي، بس أنا بهمني حطهم بإطارهم الفكري ليكون النقاش بمستوى لوين ممكن نروح بالطروحات تاعت رفعت. المسألة الرمزية باعتبارها خصوصيات مكانية ممكن تتحول إلى هوية، وممكن تتحول إلى دلالة وإلى أصالة أو تأصيل للصور المعمارية التي تعكس نفسها من خلال المنتج. وبتبقى الحاجة الثالثة واللي حاجة سيكولوجية إذا بدي أسميها، اللي هي الحاجة الجمالية واللي اعتبرها حاجة متأصلة في فكر وذهن الإنسان وعقل الإنسان بما تعنيه. وهون في إشكالية علاقة العربي، هل نحن يحق لنا بهذه الحاجة السيكولوجية حاجة الجمال في الحيز العمراني المبني الذي نعيش فيه؟ وهذه المعادلة كان واضح رفعت أنه هذه المعادلة إذا اختلت يختل فيها المنتج المعماري والمنتج. وطرح نظريته المرتبطة بما يسمى هو يعني بعد كمان أحيانا عن الترجمة حتى لا تفقد جوهر المعنى الفلسفي والفكر الإلهي، حكي عن الهارموني بالمنتج المعماري، حكي عن الأوبتيماليتي بالمنتج المعماري. يعني ممكن ترجم لي إياها أنا بتصرف، يعني وهذا كان نقاش دائم بينه وبينه، أنه الأوبتيماليتي فيني سميها أنا اكتمال المنتج المعماري بالطاقة المطلوبة لتحقيقه وبالحاجة المطلوبة منه.
أنا بعتقد اللي قلته زميلي ممكن بعض الأعمال اللي رفعت فيها خلل بالتوازن بين الحاجة الوظيفية أو الحاجة الحاجة الجمالية أو الرمزيات. أنا بعتقد أهم عمرو رفعت قدر يحرر الوظيفة من الشكل بالعمارة العربية، وقدر يلاقي لها مرجعيات حولها إلى نوع من التجريب بواجهته، وأصبح يشتغل على مسألتين طبعا إلها التيارات العالمية، وقدر هو يعمل منجز مثل ما كلكم عم تحكوا أنه استخدم مسألتين من الحداثة. اشتغل بلاستيسيزم رفع التشكيل، وهي كانت موجودة عند الكوربوزيه وموجودة عند أوسكار نيماير وموجود بقسم منها مسألة الضل والنور عند لويس كام. وأنا بعتقد رفعت قدر يحول هذه الأبحاث الغربية إلى نوع من وتخضيعها إلى شروط مكانية بإنتاجه المعماري، خاصة أواخر الخمسينات بداية الستينات، وكانت مسألة عمارته معطيات تشكيلية متميزة بالعمارة، واللي هي بالنسخة العربية العراقية واللي تحولت إلى عناصر معمارية دولية ممكن تكون بنيويورك يمشي حالها، تقدر تبنيها بهاي المدينة الغربية وتحس إنه عراقية وما تكون غريبة عن الحداثة. أنا بعتقد هذه نقلة نوعية قدر عملها رفعت وأوجد لها خلفيتها الفكرية والفلسفية، واللي انبنت على فكرة البعض بيسميها إقليمية، والبعض بيخطئ بحق رفعت وبيعتبره أفلاطوني، وهذا منطق مش صحيح. رفعت عقلاني جدا، رفعت مش وجدانية العمارة عنده، خلينا نكون صريحين، ما في شيء اسمه وجدانية بالعمارة بقدر ما بتقدر العمارة تحقق هويات مكانية، يعني ترضي مش بس الحاجة المباشرة للإنسان، ترضي رمزياته وترضي وتكون، ويستخدم كلمة البعض انتقدوا عليها، أن تكون عمارة ممتعة، أن يشعر الإنسان في لذة الوجود في فضاءاتها. بأماكن كتير نجح رفعت، وأماكن يمكن كانت الشكلية على حساب الوظيفة، وبأحيان بحس أن الوظيفة كانت على حساب الشكليات، وهو قدر يجرد العناصر المعمارية المحلية لتصير عناصر معاصرة، واستند إلى منطقين على فكرة. رفعت اللي مستند للفكر المعتزلي، يعني كان دائم الشك، رفعت دائم المسائلة للعناصر، ودائم وهو صاحب يعني الشرح التفصيلي لفكرة أنه مفهوم التقنية الاجتماعية مش بس تقنية الزمن، في تقنية اجتماعية يجيدها مجتمع ما ويعبر عن ذاته فيها. وأنا بعتقد هاي أفكار كتير، هلأ ما بدي أطول، يعني بدي أثني على الجانب اللي ركز عليه رافي، وبدي أطرح مثل ما كان يطرح رفعت على بساط النقاش الحقيقي، ماذا نريد، ما هو زمننا، كيف نعبر عن عمراننا. أنا بعتقد رفعت عمل محاولة حقيقية جدية، قدرت تعمل نوع من الشكليات الحاضنة لحاجاتنا بشكل ممتع، وعمارته قدرت تتحقق نوع من العقلانية بالمدن وبعض التجارب بالعراق بعض الدول العربية. شيء في جانب عند رفعت، يعني أنا بالنسبة لي بشوفه كتير مهم وقلال بيطلعوا فيه، مسألة الانترفيس. الانترفيس مش مفهوم زني أو طاوي اللي اجت من 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 آسيا، من آسيا، من شرق آسيا، لا، في جزء منه له علاقة بجوهر العمارة العربية، وبالتحديد بالتاريخ العراقي، الداخل وعلاقة الداخل مع حاجاته، والخارج بعلاقته مع محيطه. أنا بعتقد رفعت لما نحرر الواجهة في كتير من معالجاته كان عم يعالجها باعتبارها لوحة فنية، حرر الواجهة، ومثل ما حكي شرح رافي تعامل مع مجموعة من القضايا بالنور الغير مباشر، واللي هو حاجة لمناخ العراق وتخفيض استهلاك الطاقة، ورسم الواجهة بما يتناسب مع شكليات لها علاقة بمحيطها، وهذا أعطى تبرير عقلاني لمفهوم تحرير الشكل من الوظيفة اللي كان بقي سائد للستينات بعمارة العالم. أنا أكتفي بهذا القدر وأقول أنه رفعت لم يترك لنا إيديولوجيا، رفعت ترك لنا
منهجية نقدية للعلاقة مع إنتاجنا المعماري، حتى هو يسقط بتجاربه أمام تجارب أكثر حداثة وأقرب أكثر استجابة لحاجاتنا الإنسانية. أنا عم بعتقد المنهجية النقدية اللي طرحها رفحت والمبنية على بنيوية العمارة المرتكزة على بنى اللي هي التشكيلات تاعتها هي أساس. وأنا بعتقد مطلوب نحن هلأ بمؤسسة الجدار اللي عندنا الجائزة 21 ورح نعمل ندوة حول مفهوم الحداثة إهداء لرفعت مش لتسويق فكر رفعت. وهو هذا السؤال اللي طرحه، هل قدر العالم العربي ينتج حداثة تستجيب إلى مفاهيم فكرية وفلسفية جاوب عنها بالعمران وبالعمارة؟ هذا السؤال أنا بعتقد عمارته بغض النظر هي عمارة طرحت أسئلة إشكالية. بشكر المنظمين، بشكر رافي اليوم على الدراسة التحليلية ومحاولة ربطها ببعض العناصر. أنا معلش رافي مرأت أنت بعض المقاربات، يعني أنه البعض قال لك ابتذال وشكلية وإلى آخره. أنا بعتقد عن رفعت كان في فكر عميق، وهو كان صادق أنه هذا الفكر العميق أحيانا نجح وأحيانا يمكن يكون أحيانا قليل أو كتير فشل في تحقيق الفكرة. بس أنا بعتقد أنا أعتز بجرأة هذا المعمار العربي في هذه الجغرافيا الصعبة وفي هذه الحياة الأصعب في إدارة حياتنا ومجتمعاتنا. وبشكركم على ويمكن طولت وبعتذر. لا بالعكس، يعني نحن اللي بنشكرك على هالإضافة دكتور، يعني يعطيك ألف عافية. بالعكس أنت نورت قضايا ممكن أنا فوتتها لضيق الوقت، يعني لأنه مثل ما قلت أنا ببداية المحاضرة، يعني هو فعلا مادة دسمة جدا جدا للنقاش، وفي أمور كثيرة من المفترض أنه نحن نتعلم منها من خلال يعني تسليط الضوء على مواطن الجمال في فكره وفلسفته وعمارته. فيعطيك ألف عافية. في أسئلة ثانية؟ أخ عمر، بتمنى أن تكون المحاضرة مسجلة لأنه في ناس كتير ما قدروا يفوتوا وطلبونا، فبعتقد إذا التسجيل بصير متاح بالتالي ننشره. أها، في كتير ناس ما قدروا يفوتوا. معاذ الألوسي كان بده يفوت من بغداد، زملاء وبعض طلاب الدبلوم كمان، يعني كنت أغلب الوقت أنا بدي لاحقك وبدي جاوب عليهم وما قدرت، ما قدرت كلهم حاولوا ما قدروا يدخلوا. أها. والله يعني ممكن نرتب محاضرة تانية، يعني ممكن يكون على منصات هنن. ماشي، التسجيل هلا وفي تسجيل كمان. ما بعرف عمر، نحن كنا عم نتناقش بهذا الموضوع ببداية قبل ما تبلش المحاضرة. المحاضرة مسجلة. أنا مسجلة. تمام. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس رافي، وشكرا جزيلا لحضرتك. الله يكرم شمس.